بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الكرام. في هذه الحلقة إن شاء الله نتكلم على هذه الفائدة العظيمة والطريقة الفريدة لعلاج أنواع السحر المأكول أو السحر المشروب أو التوكال كما نسميه بالدارجة. وهذه الأنواع من السحر هي من أخطر أنواع السحر صراحة، لأنه هناك السحر الذي يعمل للإنسان عن بعد، مثل السحر الذي يدفن في المقابر، والسحر الذي يتخطاه الإنسان، والسحر المرشوش، والسحر وغير ذلك من أنواع السحر. لكن يوجد أنواع من أخطر أنواع السحر، وهي الأسحار التي يأكلها الإنسان وممكن أن تصل به إلى درجات متفاوتة من الخطورة على الصعيد النفسي أو الجسماني أو العقلي وغير ذلك من الأعراض التي سنذكرها إن شاء الله تعالى، وعلى الإنسان أن يعرفها لو وجدت فيه هذه الأعراض. غالبا ما يكون عنده سحر مأكول أو مشروب، وهذا النوع من السحر يفعلونه الناس الذين لا يخافون ربهم، ربما يفعله بعض النساء عن غير قصد منهم لأنهم يشاهدونه في بعض القنوات، وأنا شاهدت بعض القنوات بعض النساء يفعلون مثل هذه الأسحار عن غير قصد لأزواجهم، وهو من أخطر أنواع السحر المأكول، من أخطر التسممات التي تصيب جسم الإنسان. فبعض القنوات يستعمل أنواع من الأعشاب أو بعض المطعومات مثل بعض المأكولات، ينصحون بها الناس يعملونها في النجاسات أو يبيتونها في الأماكن النجسة من الجسم أو في بعض الأماكن في البيت. نحن نستحي أن نذكر ما يصفونه لهم صراحة، لأن هؤلاء الناس لا يخشون ربهم، فكونوا على حذر أيتها الأخوات الكريمات، أيها الإخوان الكرام. من أراد شيئا، من كان عندها مشاكل مع زوجها وأرادت أن يوفقها الله تعالى في علاقتها مع زوجها، فعليها بذكر أسماء الله تعالى وأخذ بعض الفوائد التي هي من مجربات الطاقات لإصلاح ذات البين والإصلاح بين الزوج والزوجة، وليعيشوا حياة مستقرة. فالكثير من الفوائد موجودة في هذه القناة، وسننشر المزيد منها إن شاء الله. وننصحكم أيها الأخوات الكريمات، أيها الإخوان الكرام، بعدم اللجوء إلى هذه الأساليب أو عمل فعل ما يقولونه في بعض القنوات، لأنه ضرر بالدين وبالدنيا. فكونوا على حذر، لأني شاهدت الكثير ما يغضب الله تعالى، وربما تفعله بعض الأخوات لأنهم عن غير قصد، فيتسببون في ضرر أزواجهم وهلاكهم والتأثير عليهم بهذه المأكولات أو الأنواع من السحر. فلندخل في الموضوع، وهو أن من أعراض السحر المأكول أو المشروب
هو الإمساك الشديد، الإمساك المزمن، ويؤثر هذا النوع من السحر على الجسم عامة وعلى العقل. ممكن أن يتسبب في أمراض نفسية مثل الخوف أو الاضطرابات النفسية كلها، أو رؤية الكوابيس في المنام والأحلام التي تزعج الإنسان، وذلك بشكل مستمر، وربما يؤثر على العقل، وفقدان يفقد فيه الإنسان القدرة على التركيز، فيصبح شارد الذهن وليس له قدرة على التركيز، ويعيش حالة من الحزن والاكتئاب والقلق الشديد، وربما يتسبب في العياء الشديد في الجسم، فيصير الإنسان لا يقدر على فعل الأشياء اللازمة فعلها مثل العبادة، مثل العمل، مثل الأشياء، أو تكون المرأة في البيت لا تقدر على فعل شيء. فهذا من أنواع السحر المأكول أو المشروب، وممكن يتسبب للنساء الجميلات في تساقط شعر في سائر جسمهن. لو حصلت هذه العلامة فهو من أنواع السحر الخطيرة، وجب التخلص منها سريعا. وهذه الطريقة إن شاء الله بهذه الأعشاب مع القرآن الكريم، فإنه إن شاء الله تكون العافية، ويتخلص الجسم من هذه السموم ويطرحها بإذن الله تعالى. أول عشبة هي السنامكي، وهذا شكلها، وتسمى السنامكي أو السنة حرام في بلاد المغرب، تسمى السنة حرام، وعندنا المشارقة تسمى السنامكي، وهي مشهورة وموجودة عند كل العطارين. وهذا الورد، هذا شكله، ويمكن إضافة معهم شيء من الحبة السوداء أو السانوج أو حبة البركة كما يسميها، هذه أسماء السانوج، يسمى حبة البركة أو الحبة السوداء أو نفس الشيء. ويمكن الاكتفاء بواحدة من هؤلاء العشبات، أو من الأفضل يكونوا مع بعض، من الأفضل، لأن لكل واحدة خاصيتها، ومن تعذر عليه أن يعثر عليهما فليعمل واحدة منهما، من أضاف إليهما السانوج كان أفضل، ومع تحليتهما بشيء من العسل. فتأخذ مثلا 50 غرام من كل عشبة من سنامكي، سنة حرام أو الورد، 50 غرام، و50 غرام من السانوج إذا كان متوفرا، وتطحنهم وتخلطهم مع بعض. وبعدها تأخذ ملعقة صغيرة من هذا الخليط، تجعله في ماء مغلي لمدة 10 دقائق، وممكن أن تحليه بشيء من العسل وتشربه مرة في الصباح وملعقة في المساء، ملعقة في الصباح وملعقة في المساء مدة يومين، فإنه يحصل شيء من الإسهال، وهذا الإسهال لا يكون فيه آلام أو أوجاع أو شيء، هذا الإسهال يكون خفيفا، وهو يدر جميع الفضلات وجميع السموم التي تتكون في الأمعاء بسبب هذا النوع من السحر. ولو حصل الإسهال في اليوم الثاني مثلا، ممكن أن تشرب ملعقة واحدة بالليل فقط وتكتفي بها، وإلا تستعمله حتى يحصل الإسهال. لما يحصل هذا الإسهال بعدها تستمر على أكل الأعشاب كل يوم ملعقة صغيرة بالليل فقط مدة أسبوع أو 10 أيام من هذا الخليط، حتى يتخلص الجسم نهائيا من السموم المترسبة في الأمعاء، وهو يساعد في التخلص من الإمساك المزمن. ونحن لا ننصح به للنساء الحوامل أو النساء المرضعات أو من عنده إسهال أصلا. لو كان إنسان عنده إسهال ننصحه به استعمال هذه الأعشاب، ويستعمل الماء فقط الذي سنقول به إن شاء الله في هذه الحلقة،
وهو إضافة لهذه الأعشاب. لابد أن تأخذ ماء طاهرا، ولو كان ماء المطر لكان أفضل، أو من المياه الجوفية، مياه الآبار، أو ماء معدني. وتقرأ عليه آية الكرسي 11 مرة، ويشربه الإنسان 7 أيام مع هذه الأعشاب، فإنه يتخلص من السحر المأكول أو السحر المشروب نهائيا بإذن الله تعالى. وهذه الأعشاب لا ننصح بها لمن عنده إسهال، أو للمرأة الحامل، أو للمرأة التي ترضع، فلا تستعمله، بل تكتفي بالماء فقط. تأخذ ماء، تقرأ عليه آية الكرسي 11 مرة، ثم تشربه مدة 7 أيام وعلى الريق، وبالوسط النهار وفي الليل تأخذ كمية من الماء. ولو انتهى هذا الماء ممكن أن تكرر، تأخذ ماء ثاني وتفعل عليه نفس الرقية، تلقيه بآية الكرسي 11 مرة، فإنك إن شاء الله تتخلص من جميع السموم ومن جميع السحر الموجود في المعدة وفي الأمعاء وفي جسمك، وتسترجع عافيتك بإذن الله تعالى ونشاطك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله.